مشاهدينا ومن زاخو تنضم معنا نجلاء سندي لتحدثنا عن زيارة وزير شؤون الأقليات في حكومة إقليم كردستان. نعم نجلاء تفضلي. نعم نجلاء. نعم تحية طيبة لجميع زملاء في الاستوديو الأخبار. لطالما عرفت أقليم كردستان بأنها رمز للتعايش السلمي بين كافة الطوائف والأديان، وقد جاءت زيارة وزير شؤون الأقليات في حكومة أقليم كردستان إلى مدينة زاخو، والتي تعد الزيارة الأولى له إلى المدينة بعد تولي المنصب، وحيث كان في استقبال قيمقام زاخو وعدد من المدراء المعنيين في المدينة. وعقب اللقاء يعني توجه إلى إحدى الكنائس في مدينة زاخو لعقد اجتماع موسع مع ممثلي الأقليات والطوائف المتواجدة في مدينة زاخو. وللحديث أكثر ينضم معي أب قاس جوني لحدثنا أكثر عن تلك التفاصيل الزيارة. اليوم نحن فرحون جدا بزيارة وزير الأقليم لشؤون الأقليات إلى مطرانية زاخو للكلدان، ومن ثم كاتدرائية برغورغيس الشهيد. هدف من هذه الزيارة لمتابعة المعاناة ومشاكل المنطقة وخصوصا المسيحيين في زاخو وتوابعها، ونحن فرحون جدا بهذه الزيارة، ونتمنى أن تكون مثمرة لكل المسيحيين ول أبنائنا الأعزاء في زاخو من الديانة الإسلامية والمسيحية واليزيدية وكل الطوائف الأخرى. نعم شكرا جزيلا. طبعا جاءت زيارة وزير الشؤون الأقليات في حكومة إقليم كردستان لبحث الأوضاع الذي يخص الأقليات والطوائف الدينية، وقد استجابت يعني وكان في محل الترحيب جميع الأديان في مدينة زاخو، حيث ناقش أهم المواضيع وخصوصا الذي تخص النازحين والمناطق المتنازعة والسهل نينوى ضرورة تأمين عودة النازحين إلى ديارهم. كما كانت هذه الزيارة واضحة ورسالة واضحة قادها الممثلي الأديان في مدينة زاخو، وخطوة جيدة نحو الانتصار، وذلك لتعزيز ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين كافة الأطياف والأديان في إقليم كردستان، ونقل تجربة إقليم كردستان إلى جميع محافظات العراق باعتبار إقليم كردستان تعد رمزا للتعايش. كذلك أكد من خلال الاجتماع حول ضرورة مشاركة المكونات والأقليات في العملية السياسية الجديدة، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين كافة الأطياف واحترام حقوق الآخرين. نعم إذن نجلاء سندي.